أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران وسوريا صاروا قريبين من الاتفاق على تخصيص مناطق آمنة في سوريا بهدف ضمان صمود وقف لإطلاق النار، وأشار بوتين إلى أن هذه المناطق تصل إلى حد مناطق حظر الطيران، وتدعو الخطة الروسية إلى إنشاء مناطق آمنة في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا وأجزاء من محافظة حمص في وسط البلد. أصدرت فصائل المعارضة السورية المسلحة وأبرزها أحرار الشام وجيش الإسلام بيانا مشتركا عن مفاوضات إستانا أكدت فيه رفض اعتبار إيران طرفا ضامنا أو راعيا لأي عملية سياسية، كما أكدت الفصائل عدم اعتبار روسيا طرفا ضامنا إلا إذا توقفت تماما عن قصف المناطق المحررة في سوريا. وأضافت الفصائل أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل جميع المناطق والفصائل بدون استثناء. سيطرت القوات المنضوية في عملية الرمح الذهبي على منطقة الزهاري في أطراف محافظة الحديدة وقتلت 20 فردا من المسلحين الانقلابيين في وقت ارتكبت فيه ميليشيات الحوثي وصالح انتهاكات جسيمة بحق المدنيين وممتلكاتهم في محافظة الحديدة. وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الرمح الذهبي مسنودة بمقاتلات قوات التحالف تقدمت في معركة الساحل غربي محافظة تعز. التقى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد ولي عهد أبو ظبي أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التعاون والتضامن العربي، ما يمكن الأمة العربية من الحفاظ على أمن واستقرار دولها. اتهم المرشح للانتخابات الفرنسية مانويل ماكرون المرشحة اليمينية ماريان لوبين بنقل الحرب الأهلية إلى البلاد. وقال ماكرون خلال مناظرتهما التلفزيونية قبل 4 أيام من الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات، قال إن مكافحة الإرهابيين لا تعني الوقوع في فخ الحرب الأهلية بحسب قوله. عاد تطبيق واتساب إلى العمل مجددا بعد تعطل مفاجئ أدى إلى انقطاعه لبضعة ساعات في عدد من دول العالم، وبدأ التوقف عن العمل في الساعات الأولى من فجر الخميس من دون أن تتضح الأسباب حتى الآن. الموجز إلى اللقاء.